مطلوب منا أن نحل ونرسم نظام المعادلات هنا، ولبعض القليل من المراجعة، فإن حل نظام المعادلات حقيقة يعني إيجاد قيم X وY التي تحقق كل من هاتين المعادلتين، وإحدى الطرق لعمل ذلك هي أن نستخدم إحدى المعادلات لإيجاد أي من قيمة X أو Y، ثم تعويض تلك القيمة في المعادلة الأخرى. هذا يجعلك متأكدا من أنك تستفيد من كلا القيدين. إذن دعونا نبدأ بهذه المعادلة في الأسفل. هنا لدينا y ناقص x يساوي 5، إنها مباشرة جدا هنا حتى نجد قيمة y. فقط علينا أن نضيف x لكلا طرفي هذه المعادلة. إذن نضيف x، بالتالي على الطرف الأيسر هذه x تحذف، سالب x مع موجب x، ويبقى لدينا y تساوي 5 زائد x. y تساوي 5 زائد x. الآن الهدف الرئيسي من أنني عملت ذلك هو أنه الآن عندما نرى y في أي من المعادلتين يمكن أن نضع مكانها 5 زائد x. إذن المعادلة الأخرى كانت، سوف أعمل هذا باللون البرتقالي، 9x زائد 3y تساوي 15. هذه المعادلة تخبرنا إذا قمنا فقط بإعادة ترتيبها أن y تساوي 5 زائد x، بالتالي يمكننا أن نعوض y في المعادلة الثانية ب 5 زائد x. هكذا نتأكد من أننا نستفيد من القيدين. دعونا نعمل ذلك. نريد أن نعوض y ب 5 زائد x، بالتالي هذه 9 x زائد 3 y تساوي 15، تصبح 9 ضرب x زائد 3 ضرب y. المعادلة الثانية تقول أن y تساوي 5 زائد x، بالتالي سوف نضع 5 زائد x هناك بدلا من y. إذن 3 ضرب 5 زائد x يساوي 15، يساوي 15. والآن يمكننا فقط أن نجد قيمة x، نحصل على 9 ضرب x زائد 3 ضرب 5 يساوي 15، زائد 3 ضرب x يساوي 3x ويساوي 15. يمكننا أن نجمع حدود x فنحصل على 12x زائد 15، 12x زائد 15 يساوي 15، يساوي 15. الآن نطرح 15 من كلا الطرفين، نطرح 15 من الطرفين ونحصل على فقط حدود x على الطرف الأيسر. هذان الشيئان يحذفان بعضهما، ويبقى لديك 12x تساوي 0. الآن نقسم الطرفين على 12 وتحصل على x تساوي 0 على 12، أو أن x تساوي 0. دعوني أنتقل للأسفل قليلا. إذن x تساوي 0، x تساوي 0. الآن إذا كانت x تساوي 0 فماذا تساوي y؟ حسنا، يمكن أن نعوض في أي واحدة من هذه المعادلات هنا بالأعلى. إذا عوضنا x تساوي 0 في هذه المعادلة الأولى تحصل على 9 ضرب 0 زائد 3 ضرب y يساوي 15، أو هذه تساوي 0، بالتالي يبقى 3y تساوي 15. نقسم الطرفين على 3، نحصل على y تساوي 15 على 3 أو 5. y تساوي 5، ويمكن أن نتحقق من أن ذلك أيضا يحقق هذه المعادلة. y وهي 5 ناقص 0 تساوي أيضا 5. إذن القيمة التي تساويها x، سأعمل ذلك بالأخضر، x تساوي 0 وy تساوي 5، يحققان كل من هاتين المعادلتين. إذن قد انتهينا من الجزء الأول. دعونا نعمل الجزء الأخير، حيث مطلوب أن نرسمها. المعادلة الثانية نستطيع رسمها بشكل مباشر إذا استطعنا حقيقة أن نضعها على شكل mx زائد b هناك،
وفي الواقع دعوني أعيد كتابتها، دعوني فقط أبدل بين الإكس والخمسة، فهي حقيقة على شكل MX زائد B، إذن Y تساوي X زائد خمسة، بالتالي نقطة تقاطع Y هي خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، والميل يساوي واحد صحيح، حيث أنه يوجد واحد مضروب ضمنيا أو أن X مضروبة بواحد. إذن إنه يبدو هكذا الخط، سنرى كيف يمكنني أن أرسمه. الخط سوف يبدو هكذا، ميله يساوي واحد، ثم تسير إلى الخلف بواحد أو تسير إلى أسفل بواحد، وتسير إلى الإمام بواحد أو للأعلى بواحد. ذلك كان عملا رائعا. إذن تلك هنا هي هذه المعادلة. الآن دعونا نرسم المعادلة في الأعلى، وعلينا فقط أن نضعها على شكل MX زائد B أو على شكل ميل تقاطع، وسوف أعمل ذلك بالأخضر. إذن لدينا 9X زائد 3Y يساوي 15، ويمكننا أن نبسطها مباشرة من نقطة البداية، حيث أن كل رقم هنا يقبل القسمة على 3، بالتالي دعونا فقط نقسم كل شيء على 3 حتى نجعل الأمور أبسط. إذا نحصل على 3x زائد y يساوي 5. الآن يمكننا أن نطرح من الطرفين 3x، نطرح من الطرفين 3x، ويبقى لدينا y تساوي سالب 3x زائد 5. إذا هذا هو ما أصبحت عليه هذه المعادلة الأولى. لقد وضعناها على صيغة ميل تقاطع، حيث أن y تساوي سالب 3x زائد 5، بالتالي إذا أردت رسمها فإن نقطة تقاطع y هي 5 0 5، ثم ميل الخط يساوي سالب 3، بالتالي تسير 1 في اتجاه x، ثم تسير 3 إلى الأسفل في اتجاه y، تسير 2 ثم تسير 6 للأسفل، 2 4 6، تسير 2 ثم تسير 6، 2 4 6. إذن هذا الخط سوف يبدو مثل هذا، سوف يبدو مثل ذلك الشيء هناك. وكما يمكنك أن ترى أن حل هذا النظام هو نقطة تقاطع هذان الخطان، إنها تركيبة X وY التي تحقق كل من هؤلاء. تذكر أن هذا الخط الوردي أو هذا الخط الأحمر هو كل قيم X وY التي تحقق هذه المعادلة، Y ناقص X يساوي 5، وهذا الخط الأخضر هو عبارة عن كل قيم X وY أو تركيبة منها التي تحقق هذه المعادلة. الآن واحدة من تركيبات X وY التي تحقق كل منهما هي نقطة تقاطعهما، وقد وجدناها جبريا باستخدام التعويض. وقد كانت عندما x تساوي 0 و y تساوي 5، عند x تساوي 0 هذا محور x، وعندما y تساوي 5 هناك.